Audrey. Son of Darkness? Son of Darkness? Joey Drew? Demon? Nah. السلام عليكم اخوتي، عدنا مجددا للعبة باندي اند إنك ماشين. وعلى ما يبدو انني ساضطر لتختيمها سريعا لان هنالك اقداما عليها وطلبا كثيرا عليها، ولا ادري بالسبب، لكن يبدو ان اليوتيوبرز الكبار ليسوا مهتمين بهذا الجزء. اعتقد ان تيم فيصل هو الوحيد الذي نزل عليها لحد الان، واعتقد اننا جميعنا في نفس المكان، لذا يكفينا ثرثرة ولنتابع. وقد قمت ببعض التغييرات في زاوية الكاميرا وايضا الإضاءة، نظرا للحلقة السابقة كانت الإضاءة جدا ساطعة في وجهي، وبعض التعديلات على المقطع تسببت في سطوع لون جلدي، فأتمنى تكون هذه الزاوية جيدة، وأتمنى أن نكمل هذه اللعبة في أسرع وقت. حسنا، أشكر الجميع مقدما على دعمهم لهذه السلسلة، وبالأخص تحية شكر وعرفان لمترجمين الحبيب. يبدو أنه قد تورط كثيرا في الترجمة، فشكرا على تعبك يا صديقي، برغم أن هنالك بعض الحساسية بيننا، لكن كلام الحق يقال. شكرا جزيلا. حسنا، بدأنا من هذا المكان حيث قاموا بإغلاق المصعد علينا وطلبوا منا أن نأخذ طريقا آخر. جوي درو ستوديو، جوي درو. يا رجل، من تكرار اسمه بدأت أشك أنه مهووس بالسلطة أو مهووس. هلا والله، اوكي. جديا توجه اللعبة الجديد. تعال لي، تعال. كما كنت أقول، توجه اللعبة الجديد جدا أبهرني، بالرغم من أني كانت تجربتي الأولى غير، لا أعرف كيف أشرح الأمر، متفاجئ. أنا أكثر من أكون مستغرب، لكن جديا بعد الأشرطة التي رأيت المترجم قام بترجمتها، هناك بالتأكيد قصة عميقة تحدث في هذا المكان. حسناً، إلى أين سنذهب؟ أوكي، لدينا تسجيل آخر هنا. وات؟ أوه ماي جاد، إنه فخ. إنه فخ. اوكي، وهؤلاء بالاخص هؤلاء يا رجل. انظر، رأيت كيف يهربون. جديا اللعبة تغيرت بالكامل. جميل جدا هذا الاسلوب. تعال. نسيت الميت يبقى ميت، ليس كذلك؟ تعال. اوكي، اللعبة ستنقلب الى اكشن على ما يبدو، لذا سوف اختار الاسلوب التسلل على المواجهة. هذا الشيء السيء في أغلبية الألعاب هو أني شخص مندفع أكثر من أكون شخصا احترازي، وهذا يتسبب بالكثير من لا بأس، نتابع. Joey happened to notice last week just how long it takes for us employees to get home every night. When you add in the traffic and the waiting for the elevators, you practically only have a few hours before you have to wake up and come back. So Joey had them build artist rest for us. Now we never have to leave work again, Joey says. Well, I'll admit, it's become quite the hangout spot down here. Almost like it's own little district, but there's definitely some unsavory stuff going on too. Smoking, gambling, loud parties, you name it, at all hours of the night sometimes. For a place that's all about getting some shut-eye, there sure is a lot of noise around here. Okay. صديقنا جوي لقد تعدى مستوى يوك. كنت أريد أن أقول أن صديقنا جوي تعدى مستوى الهوس. جديا؟ لقد سجنهم بطريقة غير مباشرة يا رجل. حسنا كما قلت لكم يبدو أن جوي بالفعل إنسان مهووس. ماذا؟ هل فتح هذا الباب؟ أوه أوكي. تيست إيت ديمو سبلاي. هل هذا المكان علاقة بشيء ما؟ أوه هذا المكان الذي ينامون فيه يا رجل، إنه سجن بطريقة غير مباشرة يا رجل، لقد سجنهم. كان همه الوحيد أن يستمر العمال في العمل. أوكي يا رجل، إذا هذا يشرح الكثير. طالما أن هذا المكان مليء بهؤلاء فالمكان كان خاصا بالموظفين على ما يبدو. يب لقد بنى لهم فندقا بالكامل في هذا المكان. الله يلعنك الله يلعنك الله يلعنك يا إلهي. هذا لا دواء لهم سوى أن تهرب. جديا لأنهم يهربون لأنك لن تتمكن من القضاء عليهم مهما فعلت. أوكي ما هذا؟ أوكي هل هو لغز آخر؟ I put a green key in the lost and found office. Some the dog keep leaving them out. أوكي found an office lost and found an office. حسنا دعونا نتكلم عن جوي درو. مما تم تقديمه لنا عن جوي درو أنه شخص حالم، وهذه الصفة ليست بصفة شريرة، لكن جديا أن تحقق حلمك على مجهودات الناس تعبهم ووقتهم، جديا هذا الشر بعينه. قد طالما ما كنت أعتقد أن جو درو ليس بالشرير، هو فقط شخص أراد أن يصل لما بعد النجاح، لكن على ما يبدو أنه وقع في الهوس وهذا ما جعله شريرا على ما يبدو أو مكروها. Audrey. Son of Darkness. Son of Darkness. Joey Drew. Demon. Nah. نحن نعلم في الجزء الأخير قمنا رأينا آخر مشهد حيث كان على ما يبدو أن جوي درو كان يحكي قصة لحفيدته، أليس كذلك؟ حفيدة والطف، لكن على أي أساس اعتقدت أنها حفيدة؟ وعلى أي أساس افترضت أن جوي درو تزوج من ابنتي أن هيرني تزوج من ابنتي. يو لحظة هناك فجوات ظهرت في نظريتي الأخيرة. ما الذي دفعني أن أقول أن هنري تزوج بابنة جون درو ومنها حصل على حفيدة؟ بالنسبة لي نظريتي الأخيرة حسب نظريتي الأخيرة التي صنعتها فالصوت البنت التي ظهرت في آخر المشهد كنت أعتقد أنها ابنة هنري، لكن لقد تحطمت نظريتي. لا يوجد دليل واحد قد يثبت أن هذه ابنة هنري، لكنها تتابع رسومات أبيها، أليس كذلك؟ لازلت لحد الساعة أعتقد أنها ابنته. لا أعتقد أن يتم تسليم شخصية، لكن ليس لدي دليل أن... يا إلهي لقد تحطمت، يا إلهي أنا ضائع. لكن المنطق يقول أن لحظة، أعتقد أن باندي ليست الشخصية لا تعود حقوقها لهنري، ليس كذلك؟ بل تعود حقوقها لجوي درو. يا إلهي ماي جاد، كثير من التساؤلات تدور الآن. لقد عادوا. أوكي يبدو أننا سنركز على التسلل إذا. هذا علاقة به لدي، هذا علاقة بالأمر. على ما يبدو أن يحتاج إلى شيء هنا. يا هناك شيء في الغرفة يجب أن أضعه هنا. أين هي؟ لست أدري. يلعن. كمان لو صنفود. اوكي من هنا هذه. اوكي يا إلهي جديا لقد كان يسجنهم بطريقة غير مباشرة. ما الذي ما الدافع؟ هل حقا ليصنعوا له الكرتون أم كان يستنزف منهم شيئا آخر؟ الشيء الغريب لماذا يخضعون لأوامره، أو أنه كان يختارهم بحذر، يعني أناس شغوفون بحق. لماذا لا شفته؟ ما هذه؟ بي؟ كليمنتاين! يا بي والزومبي كليمنتاين وذا ووكينج ديد استر إيجريس كذلك، لكن هذه بي وليست سي. اوكي اتمنى تكون استر إيج، اتمنى. لوست فاوند. اوكي لقد فتح. اوكي فلو. اوكي اوكي افتحوا ماذا؟ مفتاح تلك الآلة. اوكي 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 جديا لست اريد ان اكون جاحدا للنعمة كما يقولون، لكن بدأت اشتاق لباندي. ما هذا؟ اعتقد اني ساحتاج الى كان عليك ان وات. انا بعيدة عنه. كان علي ان اتكلم، كان علي ان اقول اني اشتقت لباندي. واو جديا الامر كان سهلا. وجب عليهم ان يذكروني او ياتيني هكذا. يا رجل حسنا ماذا كنت أقول؟ يا ليتني لم أفكر بجدية أكثر. جديا كان هنالك سيناريو في رأسي. لماذا أشعر كأن هذا العالم به جماعتين، الجماعة التي تمثل القانون وجماعة المتمردين التي تمثلهم أليس والبقية، جماعة مع ويلسون وجماعة مع أليس. ولا أحد طلب رأيك. حسنا هذا هو المفتاح. أوكي ماذا بعد؟ اوكي ماذا لا؟ يا إلهي يا إلهي ماذا؟ اوكي دعني أسجل قبل أن أخاطر بحياتي. سأضعها في الثالثة. اوكي ماذا بعد؟ elevator وهذا just relax. هل قمت بضغط؟ اوكي كان علي ان اضغطها قبل ان انزل يا رجل. اوكي اوكي تريدونها هكذا؟ لا بأس. سأذهب الى هذا المكان اولا، لكن لا 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 دعني اضغط. اوكي. نعم نعم لقد فتحت، لا بأس. لدينا مكانين، سوف أؤجل الإكزيت لأنه سيصعدني لأعلى لأرى ما هذا المكان. اوكي. أين سأختبئ؟ أين سأختبئ؟ لقد جاءني في وقت خاطئ. كمان لود جيم. هذا مكان نختبئ فيه. أوه، تطويرة أخرى. حسناً، طالما أن المكان سوف يحتد... ما هذه؟ ability؟ perform ability your ability to cool down. لا، أحتاج إلى الصحة طالما أني سوف أتقاتل كثيراً معهم ويبدو أن عددهم لن يتوقف، فأحتاج إلى الصحة. اوكي، اوتو سيف. جميل جدا. I haven't had much sleep the past few nights. I've been feeling something pulling at my mind. My thoughts fall to the Joey Drew exhibit we opened last week. Outside one or two of the artists, I don't think I've ever seen a single soul go inside. It's a shame how so many of us refuse to learn from the past. The past can give us our greatest lessons. But still, ever since we moved in Joey's old things, there's been a strange feeling around Archgate. Like the ghosts of long ago are wandering about, calling out to me. Okay. إذن يبدو أن جوي درو قد قام بصفقة مع الشيطان. إذا فنجاحه كان له، لم يكن هكذا من إبداعه، أو هناك شيء غريب كان يقوم به. elevator. لا أصدق. upgrade أيسعني؟ لدي ما يكفي؟ لا أعتقد. أيسعني تطويرها أكثر؟ لأنني كنت أتجاهل أماكن كثيرة. أوكي، هناك مكان أختبئ فيه في الخلف. أوكي. باندي. إنها مشحونة، يسعني أن أفتح هذا الباب، ويسعني أن أشحن أيضا البطاريات. أوكي. قد فتح هذا الباب. اشحنها مرة أخرى. لا أدري، ربما هناك أبواب أخرى تحتاج إلى أن تفتح. The machine must endure. أوكي. دائما الأشياء التي تأتي بسرعة يجب أن يكون لها مقابل، وقد بدأت تتضح الصورة الآن. المقابل هو أرواح العاملين. لقد أبقاهم في هذا المكان لسبب وغاية، وعلى حسب قول الملك الجديد هناك شيء يسحبه لأن يعيد تكرار الماضي. This is Wilson. Anyone caught in restricted areas will be taken immediately to the pit. So be on egg. Follow the rules. يا إلهي، ما هذا المكان. We are in and out like rats. Okay, screwing over the place. People shoving and pushing. The way this elevator system is stupid. You would think we had only 10 employees working here. At any time of the day, this hell is full of people waiting to go up. Right around the quitting time, you're going to have to grab a magazine and wait your turn. It just goes to show up that Joey Drew Studio really did grow too much too fast. But here there are more than one way to escape this rat maze. I'm going to do something asking around. What? هل يسجنهم؟ العمال يشعرون كأنهم جرذان في هذا المكان. وات؟ هل حقا جو درو بهذا الشر؟ يا رجل لم يبدو عليه ذلك. جديا بالنسبة لي لقد تبدلت اللعبة لأن تكون مركزة على جو درو نفسه، لكن ما دور ويلسون في هذه الحكاية إذا كان جو درو هو الشرير حقا؟ ولكن نحن نرى في كل صفقة مع الشيطان يجب أن يبقى المتفق معه معذبا طول عمره. هل يعني هذا أننا سنجد جو درو هنا؟ لا أعتقد، لقد قالوا أنه مات في غرفته، ولكن هيرني عندما مات لقد ذهب إلى عالم الحبر. يعني أن جو درو أيضا ذهب إلى عالم الحبر؟ يا إلهي، وما دخل هذه الفتاة في رأسي يؤلمني شباب. أوكي. هناك مكان أختبئ فيه هناك، على ما يبدو أن باندي سوف يبدأ في الحضور في هذه الساعة. أوكي. يب إنه قريب. أوه ماي جاد، هل كان يأكل؟ هل كان يأكلهم؟ كان يبدو أنها مجرد مقدمة يقول لك استعمل حواسك ستسمعه يجول في المكان. يبدو أنه كان فقط يسخن. اوكي. يا إلهي لقد كان يأكلهم. ماذا عن هذا المكان؟ هناك رسالة من ذلك المجنون. يا ترى هل هذا الشخص شخصية مهمة يا ترى؟ هل يبدو أن هو بالتأكيد شخص مجنون أو معتوه بالأحرى، لكن يبدو أن لديه الكثير من الحكمة أو الكثير من التجربة. We live in the ruins of the past. اوكي، يتكلم عن روينز جوري درو. Forever lost in the shadow of those who came before us. هل كان هنالك أناس قبل عمال جو درو؟ Blended souls to make something new. Okay. Birthed from a machine into a world we cannot own. But the ink demons live in all of us. A voice that calls us to propose. We know it's a lie, but his intoxicated bullet strong. He's calling, always calling. Can you not hear him? اوكي، لقد قلنا ان هنالك طرفين او قطبين في هذا المكان يتصارعان، احدهما ويلسون والثاني من؟ لنفرض ان ويلسون، ان الشيطان الحبر هذا الكبير يعمل لدى ويلسون. من يمثل الفريق الذي تعمل عنده آليس؟ هل للهمس الذي سمعناه عندما تم إعطاؤنا هذه القدرة أول مرة معنا ربما؟ هل نخدم كيانا أضخم من، أو ربما نخدم آلة الحبر نفسها؟ الكثير من التساؤلات، جديا الكثير من التساؤلات، لكن so far so good. جديا أنا مستمتع لحد الآن، بالرغم من أن هنالك بعض الألغاز التي تأخذ منك الكثير من الوقت. يا إلهي قد ضيعت الكثير من الوقت. اوكي، جاءتني رسالة. لماذا اختفت؟ ما الذي حدث؟ هل تم اوكي، اعتقد انه تم قطع الخيط المصعد. وات ذا نايس نايس. عجبتني هذه الحركة الفنية، يجعلونك تنتظر كأن شيئا سيحدث وتقول أن هناك خطبا في اللعبة. ف إيجز وات ده؟ ما هذا؟ هل أضربها؟ أوه ماي جاد. إكس بايظ يا رجل. وات ذا فك؟ الذي أي فعله؟ ما الذي عليه فعله؟ أوه عليه أنا أضغطهم جميعا. أوكي كمان لقد هرب. لماذا هرب؟ كيف سأهزمها؟ وات؟ يا إلهي. هل نتوجه الآن؟ كمان اوكي. قتلتها؟ اوكي قد تم الحفظ، لا بأس. Fear shows our true nature. بالفعل الخوف يظهر طبيعتك الحقيقية. ماذا الآن؟ أوكي. لا تقل لي أن سوف نتواجه مع باندي الآن. جديا لأنه ليس وقته. أوه هون. Alice, are you there? I don't know what to do. Wait there. I'm coming to find you. Just don't move. وما الدافع؟ في آخر مرة رفضت أن تأخذها معك. ما الدافع الآن؟ هل عرفت سرا ما عنها؟ ربما. أوكي. ماذا الآن؟ حسنا سأسجل. باندي! دعني أسجل صديقي. جديا لست أعرف ما الذي سأتوقعه بعد الآن. لقد بدأت أشك بكل شيء. بدأت أكذب كل شيء. ما بك؟ هرب. جديا بالرغم من أن باندي وضع هكذا في هذه اللعبة بالذات بهذه الطريقة، أجده يمكن أن تقول أني فان سيرفيس. ليس فان سيرفيس، من أجل المتابعين يعني. أوكي من أجل المتابعين، لأن نهاية الجزء السابق كانت سيئة. ليست سيئة لكنهم كيف تقتلون الشخص الذي صورته في الغلاف يا رجل؟ كيف مر باندي من هذا المكان؟ هاي ينزل. I believe there's something special in all of us, especially you, Audrey. Who are you? Don't you know me? Take a good look. Joey Drew! Aren't you? Joey Drew? In the flesh. Well, so to speak. Come on up. Let's take a little walk. There's something I want to show you. سأتوقف هنا شباب. جديا لقد ضيعت. ليس أن نكمل. جديا عقلي رأسي يؤلمني يا رجل. حسنا أعتقد سأتوقف هنا شباب. يكفي هذا القدر. أعرف أنه قليل لكن جوي درو. باي 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 باي. كالعادة لا تنسوا الإعجاب بالمقطع بلايك. كان معكم صديقكم ساب ريكو. في أمان الله.